إلى مستجدات الوضع الوبائي في المغرب، حيث تجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 تجاوز عتبة 1,969,000 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية أزيد من 22,769,000 شخص. أما بالنسبة لعدد الملقحين بالجرعة الأولى فقد تجاوز حاجز 24,461,000 شخص. في المقابل أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس خلال 24 ساعة، بينما سجلت 175 إصابة جديدة وتعافى 364 شخصا خلال نفس الفترة.